مزاجك بتعمل ايه في الاجازه؟ الحمد لله. طبعا هنبدا بقى نمشي في اجراءات الكليه لما النتيجه تطلع، لكن دلوقتي طبعا نحتفل وهنسافر وهنعمل اي حاجه محرومين منها. الحمد لله اللي هي سنه عدت على خير، هي اطول سنه بس هي سنه مصيريه. حتى الاول لو كنا واخدينها هزار، دلوقتي المفروض ناخدها جد، وخدناها جد الحمد لله. ودي يعتبر احسن سنه، هي مرت بحلوها ووحشها وكله، بس هي احسن سنه هتمر على اي حد، ومش اي حد هيحس بيها غير لما يجربها. وكله بيقول صعبه والصعبه، هو على حسب مذاكرتك هتأدي. بس ناوي تعمل ايه في الاجازه؟ ايه ناوي تعمل ايه في الاجازه؟ زي ما تيجي بقى، يعني هي زي ما تيجي، لكن احنا مش هنعرف اي حاجه. ايه الواد ده مغشيت نص الامتحان. مش ناوي تعمل حاجه معينه؟ لا، عملت مشروع بوفل وزلابيا وكده والدنيا حلوه. ناوي تعمل ايه في الاجازه؟ مبدئيا كده نبعد عن الساحل الشريعة، بيقول لك ازازه المايه ب 200 وخناقات هناك والدنيا موت، فلا خلينا مثلا ايه نروح جمصه. نروح الساحل الترع عندنا، ننزل سواج والحتت دي، ونبدا بقى نلعب كوره وننزل بقى جيم وحياه جديده بقى. ناوي نروح الساحل الشرير، مش احنا بنصرف؟ الواحد ما صدق انه يخرج من الثانويه العامه دي. لا يا رب، ما حد ده ابتلاء، بمعنى الكلمه ابتلاء الثانويه العامه دي. دي حاجه كنت حارم نفسك منها وعايز تعملها؟ مصيف، عيد، خروجات، كل حاجه نفسك، اللي انت نفسك فيه انا محروم منه. ايه اللي حرمت منه ناوي تعمله بعد ما تخلص امتحانات؟ اكلم صاحبتي، كانت وحشاني قوي. بس كده؟ اقول له اكلم صاحبتي التانية عشان كانت وحشاني قوي. استنى يا حظي.